الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، نسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. نستكمل شرح كتاب العمدة في الفقه في هذا اليوم الأربعاء 26 من شهر ربيع الآخر من عام 1440 للهجرة. وكنا قد بدأنا في درس الأمس في كتاب الوصايا، وذكرنا تعريف الوصايا ومعناها والأصل فيها، ووصلنا إلى قول المؤلف: ويستحب لمن ترك خيرا الوصية بخمس ماله. الوصية تتردد عليها الأحكام الخمسة، والأحكام الخمسة هي الوجوب والاستحباب والإباحة والتحريم والكراهة. هنا بين المؤلف متى تكون الوصية مستحبة، قال: لمن ترك خيرا. والخير هو المال الكثير، والله تعالى سمى المال خيرا، فقال: كتب عليكم إن ترك، كتب عليكم الوصية إن ترك، إذا حضر أحدكم الموت، إن ترك خيرا، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. فهنا سمى الله المال خيرا، وقال عز وجل: وإنه لحب الخير لشديد. فالمال خير إن أحسن الإنسان تصريفه وتدبيره، اكتسبه من حل وصرفه في حل وفي وجوه القرب والطاعات وفيما ينفعه في أمور دينه ودنياه. أما إذا كان هذا المال اكتسبه من حرام فإنه لا يكون خيرا، وهكذا لو كان هذا المال يصرفه في وجوه الحرام أو أنه يبذر هذا المال فإنه لا يكون خيرا، أو أن هذا المال يكون سببا لطغيانه، فإن الله تعالى قال: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. أما من كسب المال من طريق حلال وصرفه في طرق مباحة وطرق مشروعة فإن هذا المال يكون خيرا. إذن الخير هو المال الكثير، وحد الكثير العرف، يعني المال الكثير عرفا. فيستحب لمن ترك مالا كثيرا عرفا أن يوصي، هذا هو الحكم الأول وهو الاستحباب. وأما الوجوب، متى تجب الوصية؟ الجواب: تجب بكل حق واجب على الموصي ليس عليه بينة. انتبه، إذا انتهينا من هذه الأحكام الخمسة سنسأل عنها مرة أخرى. إذا تجب الوصية بكل حق واجب على الموصي ليس عليه بينة. هذا شخص يطلبك 10,000 ولم يكتب وثيقة وليس هناك شهود، يجب عليك أن توصي بسداد هذا المبلغ، لأنك إذا لم توصي فلا يلزم الورثة أن يسددوا هذا الدين، لأن هذا الرجل سيدعي أنه يطلب الميت هذا المبلغ وليس عنده بينة، فلا يلزم الورثة أن يسددوا له، فلا بد من الوصية هنا. طيب، قلنا تجوز بكل المال لمن لا وارث له، تجوز بكل المال لمن لا وارث له، لأن المنع فيما زاد على الثلث لحق الورثة، فإذا عدموا زال المانع. وتكره وصية فقير ورثته محتاجون، لأن الأقربين أولى بالمعروف، كيف يوصي للأباعد وورثته محتاجون؟ فهذا مكروه.
وتحرم الوصية بأكثر من الثلث والوصية لوارث إلا إذا أجازها الورثة. إذن الوصية تدور عليها الأحكام الخمسة: تارة تستحب، وتارة تجب، وتارة تباح، وتارة تكره، وتارة تحرم. طيب، السؤال الأول الذي عليه جائزة: من يعد لنا الأحكام الخمسة التي تدور عليها أحكام الوصية بشرط ألا يكون قد أجاب عن سؤال سابق وأخذ عليه جائزة؟ نعم، تفضل، قف أنت. نعم، لا لا، الأخ، معليش، الأخ اللي قبلك. أي نعم، نعم. واجب متى؟ أي لا، نعم نعم. طيب، بارك الله فيك، لكن إجابتك ناقصة، نريد إجابة كاملة، نريد إجابة كاملة. يقول واجب في كذا، تستحب في كذا، بس نريد شخص يعني تكون إجابته مكتملة حتى ما يضيعنا الوقت، اللي يكون واثق من نفسه ولا لا يرفع يده. تفضل، قف. نعم، تستحب لمن ترك خيرا وهو المال الكثير. طيب، هذا تجب، طيب، بارك الله فيك، أتيت بجزء من الإجابة لكن نريد إجابة كاملة. ما سبق أن أخذ جائزة؟ طيب، تفضل. تستحب لمن ترك مال الكثير. نعم، عليه دين ليس عليه بينة. طيب، تحرم فوق الثلث. لحظة، نأخذ واحدة واحدة. تحرم إذا كانت أكثر من الثلث أو لوارث، أو لوارث، وتكره إذا كان فقيرا وورثته محتاجون. باقي واحدة، تباح. ما هي تباح؟ تجوز إذا لم يكن له وارث، فله أن يوصي بجميع المال. بارك الله فيك. إذن تدور على الوصية هذه الأحكام الخمسة، نعدها باختصار مرة أخرى: تستحب لمن ترك خيرا وهو المال الكثير، وتجب بكل حق واجب على الموصي ليس له عليه بينة، وتجوز بجميع المال لمن لا وارث له، وتكره وصية فقير وارثه محتاج، وتحرم بأكثر من الثلث أو لوارث. طيب، تباح قلنا لمن ليس له وارث بجميع المال. هنا المؤلف قال: يستحب لمن ترك خير الوصية بخمس ماله، ولم يقل المؤلف بثلث ماله، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع لكان أفضل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. وقد أوصى أبو بكر الصديق بالخمس وقال: أرضى بما رضي الله به لنفسه، يعني في قوله: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. ولهذا فالأفضل أن تكون الوصية بالخمس، لكن لو أوصى بالربع أو أوصى بالثلث لا بأس، أقصى حد يمكن أن يوصي فيه الثلث، أما من حيث الأفضلية فالأفضل أن يوصي بالخمس. ولهذا المؤلف قال: الوصية بخمس ماله. قال: وتصح الوصية والتدبير من كل من تصح هبته. وهذا يصلح أن يكون ضابطا في هذا الباب. هل نقول قاعدة أو نقول ضابط؟ وهذا هو السؤال الثاني الذي عليه جائزة: ما الفرق بين القاعدة والضابط؟ ما الفرق بين القاعدة والضابط؟ تفضل، سبق أن أجبت. أين أنت؟ أين؟ تفضل. طيب، ما أردنا غيرك، لكن تفضل. القاعدة تكون، أحسنت، بارك الله فيك. طيب، إذن القاعدة تكون في عدة أبواب. إذا قيل قاعدة مثل قاعدة اليقين لا يزول بالشك مثلا، قاعدة العادة محكمة، هذه تكون في يعني عدد من الأبواب. أما الضابط فيكون في الباب الواحد. فهنا تصح الوصية والتدبير من كل من تصح هبته، هذا ضابط، وذلك لأنه إذا صحت هبته المعجلة في حياته
فتصح وصيته من باب أولى. أما من لا تصح هبته لا تصح وصيته كالمجنون مثلا والطفل غير مميز، فهؤلاء لا تصح هبتهم ولا وصاياهم. قال: ومن الصبي العاقل، يعني تصح الوصية من الصبي الذي لم يبلغ إذا كان عاقلا يعني مميزا. وقد روي في ذلك أثر عن عمر رضي الله عنه أنه أجاز وصية صبي من غسان كما عند الإمام مالك بسند صحيح، وذلك إذا أوصى الصبي وصية مشروعة. قال: ومن المحجور عليه لسفه، يعني تصح الوصية من المحجور عليه. المحجور عليه إما يكون محجور عليه لسفه أو المحجور عليه لفلس، فهنا إذا كان محجورا عليه لسفه ليس لفلس لأنه لا يحسن تدبير المال، والحجر على الإنسان لسفه ليس له علاقة بالالتزام الديني، قد يكون إنسانا مستقيما في دينه لكنه لا يحسن تدبير المال، يأتي للسلعة التي ما تساوي 10 يشتريها ب50، ويأتي للسلعة التي قيمتها 50 ويبيعها 10، فهذا إنسان سفيه لا يترك يبذل ماله ويفسد ماله، وإنما يحجر عليه، يوضع عليه ولي يمنعه من التصرفات المالية إلا بإذنه. فإذا أوصى هذا السفيه وقد حجر عليه أوصى، فيقول المؤلف إن وصيته تصح. لماذا؟ لأنه إنما حجر عليه ومنع من التصرف في ماله خوفاً من ضياع ماله، وهذا غير موجود في الوصية، لأن الوصية إنما تكون بعد وفاته، إنما تكون بعد وفاته وهو محتاج للثواب، وأما في حياته فماله باق وهي غير لازمة فلا تلزم إلا بعد وفاته، ولذلك فالوصية تصح من المحجور عليه لسفه. قال: ولكل من تصح الهبة له، يعني يصح أن يوصي الشخص لكل من تصح الهبة له ولو كان كافرا. وقد روي أن صفية بنت حيي أوصت لأخ لها يهودي، صفية بنت حيي بن أخطب أبوها حيي بن أخطب من اليهود، ولما سبيت اعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها، أسلمت وأصبحت إحدى أمهات المؤمنين، كان لها أخ يهودي فأوصت له، فدل ذلك على أنها تصح الوصية لكافر بشرط ألا يكون الكافر حربيا. قال: وللحمل إذا علم أنه كان موجودا حين الوصية، وذلك لأن الوصية تجري مجرى الميراث من حيث كونها انتقال المال من الإنسان بعد موته إلى الموصى له بغير عوض، فيتصح للحمل، لكن بشرط أن يكون الحمل موجودا حين الوصية له. قال: وتصح بكل ما فيه نفع مباح ككلب الصيد والغنم. كلاب الصيد والغنم والحرث هذه لا يجوز بيعها لكن يباح اقتناؤها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا غير كلب صيد أو حرث أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان. اتفق عليه، فلا يجوز اقتناء وتربية الكلاب إلا لهذه الأغراض الثلاثة: كلاب الصيد والحرث يعني الزراعة والماشية، وما كان في معناها مما تمس الحاجة إليه كالكلاب البوليسية مثلا التي يستدل بها على المخدرات وعلى المتفجرات ونحو ذلك، هذه لا بأس باقتنائها. أما أن يستخدم الإنسان الكلب من غير حاجة فهذا لا يجوز، وينقص من عمله وأجره كل يوم قيراطان. ومع الأسف نجد بعض المسلمين يقلدون النصارى يقتنون الكلاب من غير حاجة، وهذا لا يجوز. وليستحضر المسلم هذا الحديث العظيم: من اقتنى كلبا غير كلب صيد أو حرث أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان. وجاء تفسير القراريط في حديث الجنازة: كل قيراط مثل جبل أحد،
بسبب اقتناء هذا الكلب. فهذه من العادات الدخيلة التي دخلت على بعض المجتمعات الإسلامية، وأصبحوا يربون الكلاب تقليدا للنصارى، وهذا لا يجوز إلا فيما استثناها النص. طيب، هل تصح الوصية بكلب الصيد والحرث والماشي؟ يقول المؤلف إنها تصح لا بأس، وذلك لأن الوصية تبرع فصحت في المال وفي غير المال مما يباح الانتفاع به كالهبة. قال: وبما فيه نفع من النجاسات. تصح الوصية بما فيه نفع من النجاسات كالزيت المتنجس، لأنه يباح الانتفاع به مع أنه لا يجوز بيعه، وهذا يدل على أن الوصية أوسع من البيع. قال: وبالمعدوم كالذي تحمل أمته أو شجرته. المعدوم، هل يجوز بيع المعدوم؟ الجواب: لا يجوز. طيب، هل تصح الوصية بالمعدوم؟ تصح، نعم. طيب، لماذا فرقنا بين البيع وبين الوصية؟ الجواب: لأن الوصية من التبرعات، من أبواب التبرعات، فهذا الموصى له إن حصل على شيء ولا لن يخسر شيء، أوصى له المعدوم، فيقال إن حصلت على شيء وإلا لن تخسر شيئا، يعني أنت إما غانم وإما سالم، بخلاف البيع. البيع إما رابح وإما خاسر، لو باع معدوما فهذا بيع غرر، وهذا يعني إما أن يكون الإنسان رابحا أو يكون خاسرا، وهذا لا يجوز. إذن أبواب التبرعات يغتفر فيها في الجهالة والغرر، الوصية من التبرعات، ولذلك يجوز بيع ما فيه، يجوز وصية ما فيه غرر، ولا يجوز بيع ما فيه غرر. فهنا الوصية بالمعدوم تجوز. مثل المؤلف لهذا بمثال، قال: كالذي تحمل أمته أو شجرته. قال إنسان: إذا أنا مت فأوصي بحمل هذا النخل يكون لفلان، لا بأس بهذا، إذا حمل هذا النخل يكون لفلان، إذا لم يحمل ما يكون له شيء ولا يترتب على هذا الشيء، لأن هذا من أبواب التبرعات. قال: وبما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء والسمك في الماء. طيب، هل يجوز بيع ما لا يقدر على تسليمه؟ لا يجوز. طيب، هل تجوز الوصية به؟ نعم. لماذا فرقنا؟ لأن الوصية من أبواب التبرعات، فيغتفر في جانب الغرر فيها، بخلاف البيع والإجارة، هذه من أبواب المعاوضات، وهذه يمنع الغرر فيها. فانتبه لهذه القاعدة المفيدة لطالب العلم، أن الغرر يمنع في أبواب المعاوضات ويتسامح فيه في أبواب التبرعات. وذكرنا السبب في التسامح في الغرر في أبواب التبرعات، لأنه لا يترتب عليه شيء، فهذا المتبرع له إما أن يحصل على شيء وإما أن لا يحصل على شيء، إما أن يربح وإما أن يسلم، بخلاف أبواب المعاوضات. قال: وبما لا يملكه كمئة درهم لا يملكها، فإن ملكها الموصي عند موته صحت الوصية وإلا بطلت. إنسان ما عند الشيء، قال: أنا أوصي بمئة لفلان، ثم لما رزقه الله تعالى فيما بعد وعند وفاته كان عنده مال، فتصح الوصية، مع أنه حين الوصية كان لا يملك هذا المبلغ. قال: وبغير معين كعبد من عبيده. لو قال: أنا أوصي بعبد من عبيدي، لكنه لم يحدد، يقول المؤلف إن الوصية صحيحة، ولو كان هذا في البيع لم يصح. طيب، كيف يحدد هذا العبد؟ قال: وتعطيه الورثة منهم ما شاء، ويختار الورثة واحدا ويجعلونه هو الموصى به. وقال بعض أهل العلم إن هذا العبد يعين بالقرعة، وهذا هو القول الأقرب، لأن القرعة طريق شرعي لتحديد ما لم يمكن تحديده إلا بها، فالأقرب هو تحديده عن طريق القرعة. قال: وبالمجهول، يعني تصح الوصية بالمجهول كحظ من ماله أو جزء. بينما في عقود المعاوضات
كالبيع والإجارة هل تصح بالمجهول؟ لا تصح. أما الوصية فتصح. لماذا؟ لأن الوصية من أبواب التبرعات، تبرعات يغتفر فيها في الجهالة والغرر، خلاف المعاوضات. ومثل المؤلف قال كحظ من ماله أو جزء، ويعطيه الورثة ما شاءوا، يعطيه الورثة ما شاءوا، أي شيء يصدق عليه حظ أو جزء. ثم بعد ذلك في آخر يعني في بقية هذا الفصل ذكر المؤلف مسائل نادرة الوقوع وربما تكون أيضا مفترضة، إما مفترضة أو نادرة الوقوع وغير واقعة في زماننا، وقليلة أو نادرة الوقوع حتى في زمن المؤلف رحمه الله تعالى. ولهذا فيعني هذه تكفيكم عبارة المؤلف فيها، نتجاوزها وننتقل للفصل الذي بعده. قال المؤلف رحمه الله: فصل. إذا بطلت الوصية أو بعضها رجع إلى الورثة. إذا بطلت الوصية أو بعضها يعني بعض الوصية رجع يعني المال الموصى به إلى الورثة، وذلك لأن جميع ما يخلفه الميت من أموال يكون ملكا للورثة، فمتى ما بطلت الوصية رجع المال للورثة، وهكذا لو بطل بعضها. ثم ذكر المؤلف أمثلة لبطلان الوصية. مثال الأول قال: فلو وصى أن يشتري عبد زيد بمئة فيعتق فمات، يعني مات العبد الموصى بشرائه قبل وفاة الموصي، أو لم يبعه سيده بأن رفض بيعه. طيب ماذا يكون مصير هذه الوصية؟ قال: فالمئة للورثة. إذن تبطل الوصية ويرجع المال للتركة ويكون للورثة. مثال آخر قال: وإن وصى بمئة تنفق على فرس حبيس. وصى بمئة تنفق على فرس منقوف في سبيل الله تعالى، فمات هذا الفرس، قال: فهي يعني هذه المئة للورثة، لأن الوصية قد بطلت بسبب موت هذا الفرس. مثال ثالث قال: ولو وصى أن يحج عنه زيد بألف فلم يحج، إما لموته أو لرفضه أو لغير ذلك، فهذه الألف ترجع للورثة، تبطل الوصية وترجع للورثة. فإذا الضابط في هذا الباب أن الوصية إذا بطلت أو بعضها رجع المال للورثة، رجع المال الموصى به للورثة. قال: وإن قال الموصى له، الموصى له يعني الذي أوصى له الميت بألف مثلا ليحج عنه، وإن قال الموصى له يعني في المسألة الأخيرة الذي أوصى له الميت بألف ليحج عنه فلم يحج، أعطوني الزائد على نفقة الحج. كان تكون نفقة الحج بتسعمائة مثلا، لم يعط شيئا لأن الميت إنما أوصى له بالزيادة بشرط أن يحج عنه، فلما لم يحج عنه لم يستحقها لأنه لم يأتي بذلك الشرط. قال: إن حج أوصى بأن يحج زيد عنه بألف ونفقة الحج تسعمائة فلم يحج زيد عنه، قال زيد: أعطوني الزيادة الألف المئة. نقول: لا، ليس لك ذلك، لأن المئة مرتبطة بأن تحج عنه وأنت لم تحج عنه. قال: ولو مات الموصى له قبل موت الموصي، أو رد يعني موصى له الوصية يعني بعد وفاة الموصي فلم يقبلها ردت إلى الورثة. هذا أيضا مثال آخر لبطلان الوصية. مثال الرابع: لو مات الموصى له أوصى محمد لزيد من الناس بوصية، ثم إن زيدا مات قبل أن يموت الموصي محمد، فالوصية تبطل. إذا بطلت الوصية يرجع الموصى به للورثة، يرجع للورثة. أو أن الموصى له وهو زيد بعد وفاة الموصي محمد قال: أنا ما أقبل الوصية، يا فلان محمد أوصى لك بألف، قال: لا، أنا ما أقبلها. هنا تبطل الوصية، إذا لم يقبلها الموصى له لتبطل الوصية وترجع للورثة.
قال: ولو وصى لحي وميت، فللحي نصف الوصية. لو وصى لحي وميت قال لفلان وفلان ثلث مالي بعد وفاتي، وتبين أن أحدهما ميت وهو لا يعلم، فيكون للحي نصف الوصية يعني نصف الثلث وهو السدس. ولو وصى لوارثه وأجنبي بثلث ماله فللأجنبي السدس والوارث. يا أخوان أعيد المسألة مرة أخرى. ولو وصى، ركزوا معنا، ولو وصى لوارثه وأجنبي بثلث ماله فللأجنبي السدس والوارث. أحسنت، ليس له شيء لأنه لا وصية لوارث. كررنا هذه المسألة عدة مرات، لا وصية لوارث ولا وصية بأكثر من الثلث. إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فإذا نصيب الوارث يسقط ويبقى نصيب الأجنبي وهو السدس. لماذا قال المؤلف السدس؟ نعم أحسنت، لأنه نصف السدس، نصف الثلث. السدس نصف الثلث، هو الآن وصى بالثلث لوارث ولأجنبي. الوارث قلنا الوصية لها باطلة، فأسقطنا نصف الثلث. نصف الثلث كم؟ السدس. فيبقى نصف الثلث الآخر وهو السدس. سدس زائد سدس ثلث. وين أصحاب الرياضيات؟ سدس زائد سدس يعادل سدسين. سدسين اختصرها، اثنين على واحد واحد، وستة على اثنين ثلاثة، يصير ثلث. طيب، إذن فللأجنبي السدس الذي هو نصف الثلث، ويوقف سدس الوارث على الإجازة. يعني السدس الذي أوصى به الوارث قلنا لا يصح لأنه وارث، لكن لو أن الورثة أجازوا نفذ. الورثة إذا أجازوا الوصية لوارث أو بأكثر من الثلث فإن الوصية تنفذ. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب الموصى إليه. قال: تجوز الوصية إلى كل مسلم. انتقل المؤلف الكلام عن الموصى إليه، يعني الذي يتولى تنفيذ الوصية، الذي يتولى تنفيذ الوصية هذا هو الموصى إليه. أما الموصى له فهو الذي تكون له الوصية، والموصى به المال الذي يوصى به. واضح هذه المصطلحات؟ والموصي هو الشخص الذي يقول الوصية. طيب، إذا الموصى إليه يعني الشخص الذي وكل له تنفيذ الوصية، من هو؟ قال: تجوز الوصية إلى كل مسلم عاقل عدل. لا بد أن يكون مسلما فلا يصح أن يكون كافرا، وأن يكون عاقلا فلا يصح أن يكون مجنونا، ولا بد أن يكون عدلا فلا يصح أن يكون فاسقا، لأن الفاسق لا يؤتمن، فكيف يوكل إليه تنفيذ الوصية؟ طيب، هذا المصطلح مصطلح الفاسق والعدل، ما المراد بالفاسق؟ إذا قيل فاسق في كتب الفقه فما معنى الفاسق؟ نعم نعم. طيب، نريد جواب أوضح. نعم، ما يحسن تصرف فاسق؟ لا، نقول فاسق غصب عنه. طيب، ما يحسن تصرف غصب عنه. أيوة أحسنت، الذي يقع في الكبيرة، أي إنسان يقع في الكبيرة فاسق. الذي يرتكب كبيرة كأن يشرب الخمر، يشرب الخمر فاسق، يقع في الزنا فاسق، يسرق فاسق. طيب، نمام فاسق، لأن النمام مرتكب كبيرة لا يدخل جنة نمام. عقل والديه فاسق. المقصود إذن الفاسق هو من يرتكب الكبيرة، أما من يرتكب الصغائر هذا ليس بفاسق، لأنه لا أحد يخلو من ارتكاب الصغائر، كل بني آدم خطأ، خير الخطائين التوابون. قال: عدل من الذكور والإناث. أفادنا المؤلف بأنه يصح أن يكون الموصى إليه رجل ويصح أن يكون امرأة. فلو أن الرجل جعل الموصى إليه زوجته، إنسان أصيب بمرض مثلا أو حتى لم في زمن الصحة، قال: جعلت
القائم على هذه الوصية أو باصطلاح الفقهاء الموصى إليه زوجتي فلانة، نقول لا بأس، أو جعل القائم على تنفيذ هذه الوصية أمه فلا بأس. لا يشترط إذن في الموصى إليه أن يكون ذكرا، بما يجوز للموصي فعله. مثل المؤلف لهذا بأمثلة، قال: من قضاء ديونه وكل شخصا قال: أوصيك بأن تقضي الديون التي علي، وتفريق وصيته له، مثلا وصية بالخمس بالثلث طلب تفريقها أو توزيعها والقيام عليها، والنظر في أمر أطفاله جعل هذا الرجل أو هذه المرأة وصيا على أطفاله، فهذا يصح. قال: ومتى أوصى إليه بولاية أطفاله أو مجانينه ثبتت ولايته عليهم، يكون هذا هو الوصي والولي لهم، ونفذ تصرفه لهم بما لهم فيه الحظ من البيع والشراء. هذا الوصي تنفذ تصرفاته على الصغير وعلى المجنون. فلو أن هذا الزوج جعل زوجته هي الوصية على أطفاله الأيتام فلا بأس، وينفذ تصرفاته وتنفذ في البيع وفي الشراء وقبول ما يوهب لهم والإنفاق عليهم وعلى من تلزمهم مؤونته بالمعروف. هذا الوصي ينفق عليهم، يبيع لهم، يشتري لهم، ينفق عليهم من هذا المال، فهو الوصي. طيب، والتجارة لهم أيضا، أموال اليتامى والمجانين ينبغي أن تستثمر، لأنها لو لم تستثمر لا قد لا تضيع، هي محفوظة، لكن لو لم تستثمر تأكلها الزكاة، تذهب في الزكاة، كما كان عمر يقول: اتجروا بأموال اليتامى كي لا تأكلها الصدقة، يعني الزكاة. فلنفترض مثلا أن رجلا خلف مثلا 40,000، 40,000، وولده الصغير عمره شهر، فمعنى ذلك لو لم يستثمر هذا المبلغ في السنة الأولى 40,000 زكاتها كم؟ 1,000. خذها قاعدة، إذا أردت أن تعرف زكاة أي مبلغ نقدي اقسمه على 40. هذه قاعدة مفيدة جدا لطالب العلم ولغيره، أي مبلغ نقدي تريد معرفة زكاته اقسمه على 40. 40,000 اقسمه على 40 كم؟ 1,000. طيب، السنة الأولى يزكى 1,000. طيب، إذا مضى 20 سنة معنى ذلك ذهب قرابة نصف هذا المبلغ، نصف هذا المبلغ ذهب في الزكاة. فإذا كبر هذا الطفل يقال: مالك إلا نصف المبلغ. طيب، والنصف الثاني أين ذهب؟ ذهب في الزكاة. لهذا فالقائم على ولي هذا اليتيم كان ينبغي له أن يستثمر أمواله. طيب، لو استثمر أمواله وخسرت هل يضمن؟ لا يضمن، إلا إذا تعدى أو فرط، أما إذا اجتهد وخسر لا يضمن. قال: ودفع أموالهم مضاربة بجزء من الربح، له أن يدفع أموالهم لمن يضارب بها، يبيع ويشتري، بجزء من الربح. يقول مثلا: أعطيك أموال هؤلاء اليتامى 40,000 ولك مثلا 20% ونحو ذلك. وإن اتجر لهم فليس له من الربح شيء، إن اتجر لهم هذا الوصي أو الموصى إليه ليس له من الربح شيء. طيب، إذا ماذا له؟ قال: وله أن يأكل من مالهم عند الحاجة بقدر عمله ولا غرم عليه. إذا كان محتاجا أو فقيرا وهو ولي على أيتام فله أن يأكل من أموالهم لكن بقدر عمله عرفا. والدليل لهذا قول الله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليه أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، لا يأكل يعني بإطلاق وإنما بالمعروف. قيد هذا الفقهاء يقولون: بقدر عمله، بما لا يزيد عن أجرة عمله، ولا يأكل إذا كان غنيا، لقول الله تعالى: ومن كان غنيا فليستعفف. إلا إذا فرض الموصي له شيئا
إذا قال الموصي لك كذا هنا لا بأس. قال وليس له أن يوصي بما أوصي إليه به، لأن الموصي إنما ائتمنه، فليس له أن ينقل الوصية إلى غيره إلا أن ينقلها إلى الحاكم. لو افترضنا مثلا أنها مريض ولا يستطيع القيام بشؤون هذه الوصية فيرفع أمرها للمحكمة، لكن ليس له أن ينقلها من تلقاء نفسه إلى غيره، ولا أن يبيع ويشتري من مالهم لنفسه، لا يشتري لهم، لا يشتري من مالهم لنفسه هو، ولا أيضا يبيعهم من ماله لهم، وذلك لأنه متهم بمحاباة نفسه، فلا يبيع على نفسه ولا يشتري من نفسه. وولي اليتيم مأمور بأن يتصرف بالتي هي أحسن، لقول الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. طيب هل لولي اليتيم أن يقرض مال اليتيم؟ أتى شخص قال يا فلان أنت ولي اليتيم وعندك 100,000، أريد أن تسلفني 100,000 وأردها لك بعد شهرين، هل يجوز؟ طيب نرجع للقاعدة، هل هذا من التصرف بالتي هي أحسن؟ لا، إذا أقرض الأيتام لن يستفيدوا شيئا، وأيضا عرض أموالهم للخطر، قد ترجع الأموال وقد لا ترجع، فلا يجوز، لا يجوز أن يقرضها. طيب هل يجوز أن يتصدق من أموال اليتامى؟ يقول أتصدق من أموال اليتامى عن الميت أو عنهم، لا يجوز، لأن هذا ليس من التصرف بالتي هي أحسن. طيب هل يجوز أن يتجر بأموال اليتامى؟ نعم، لأن هذا من التصرف بالتي هي أحسن، يتجر بها في تجارها الآمنة يعني قليلة المخاطر. إذن القاعدة في التصرف في أموال اليتامى هي قول الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. قال ويجوز ذلك للأب، الأب خاصة مستثنى، الأب خاصة مستثنى، فلو كان هناك مثلا أطفال ورثوا من أمهم الميتة أو مجنون ورث من أمه الميتة والوصي عليه يعني الموصى إليه هو الأب، فهنا الأب تصرفاته فيها سعة بالنسبة لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنت ومالك لأبيك، ولأن الأب غير متهم في حق أولاده. قال ولا يلي مال الصبي والمجنون إلا الأب أو وصيه أو الحاكم، يعني لا يليه إلا الأب أو وصي المتوفى الذي جعله وصيا أو الحاكم يعني القاضي. قال فصل ولوليهم أن يأذن للمميز من الصبيان بالتصرف ليختبر رشده. طيب هذا اليتيم، هذا اليتيم الآن هو محجور عليه لصغره وعليه وصي، يقول المؤلف هنا لوليهم لهذا الوصي أو الموصى إليه أن يأذن للمميز، يعني الطفل المميز الصبي المميز. طيب ما ضابط الصبي المميز؟ من هو الصبي المميز؟ الصبي المميز هو، طيب نعم، يفرق بين، يفرق بين المكسب والخسارة. طيب الآن في أطفال عمرها 4 سنين يفرق بين الربح والخسارة، 5 سنين نعم. طيب عندنا أطفال عمرها 5 سنين يعرفون خطأ من الصواب، هل هم مميزون؟ نعم، هذا قول بعض الفقهاء أنه الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب، لكن إذا أردنا أن نطبق على الواقع ألسنا نجد أطفالاً أعمارهم 4 سنين 5 سنين يفهمون الخطاب ويردون الجواب؟ تحاوره يحاورك ولا أحسن منه، فهذا حقيقة ما ينضبط، ما ينضبط. ولذلك أحسن ضابط للمميز هو 7 سنين، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة ل7، النبي عليه الصلاة والسلام حدد 7 سنين، ولأن 7 سنين في الغالب هي سن التمييز، ولذلك يعني تجد أن في جميع دول العالم يدخل الأطفال المدرسة مقاربين للسبع، حدود 6 سنين تقريبا مقاربين للسبع،
فأحسن ما قيل في تحديد أو ضابط الصبي المميز أنه من بلغ 7 سنين. طيب إذا قلنا 7 سنين، هل معنى ذلك أتم 6 سنين ودخل في 7 أو أتم 7 ودخل في 8؟ نعم، أتم 7 ودخل في 8، هذه قاعدة أيضا مفيدة لطالب العلم. إذا قيل لك أي سن معنى ذلك أتم هذه السن ودخل في التي بعدها، 7 أتم 7 ودخل في 8، واضربوهم عليها 10 يعني أتم 10 دخل 11، سن البلوغ 15 يعني أتم 15 ودخل 16. ولذلك إذا قلت لك كم عمرك، مثلا لو افترضنا أن عمرك أنك أتممت 29 ودخلت في 30، ماذا يكون عمرك؟ 29 وليس 30. ما تقول عمري 30 إلا إذا أكملت 30 ودخلت في 31. ولذلك نجد أن الناس في السنة الأولى واضحة بالنسبة لهم، فالطفل إذا كان عمره 11 شهرا هل يقال عمر السنة؟ ما يقال عمر السنة إلا إذا أتم سنة ودخل السنة الثانية، فهذا أيضا يعني فائدة لطالب العلم. طيب إذن الصبي المميز هو من بلغ 7 سنين ودخل في 8، أتم 7 سنين ودخل في 8. هذا الصبي المميز لوليه أن يأذن له بالتصرف لأجل أن يختبر رشده، لقول الله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، وذلك بأن يعطيه مالا ويجعله يبيع ويشتري، فإذا آنس منه الرشد دفع إليه ماله. ما معنى الرشد؟ قال والرشد هنا الصلاح في المال، الصلاح هو إذا كان يبيع من غير أن يغلب ويشتري من غير أن يغلب، يبيع كما يبيع الكبير، معنى ذلك أن تصرفاته أنها رشيدة. طيب متى يدفع إليه ماله؟ قال فمن آنس يعني وليه رشده دفع إليه ماله إذا بلغ. وبهذا نعلم أنه لا يدفع لليتيم ماله إلا إذا توفر شرطان. الشرط الأول البلوغ، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. الشرط الثاني إناس الرشد، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليه أموالا. طيب البلوغ له 3 علامات يشترك فيها الذكر مع الأنثى، وتزيد الأنثى علامة رابعة. العلامات المشتركة: العلامة الأولى خروج المني يقظة أو مناما، والعلامة الثانية نبات الشعر الخشن حول الفرج، لا بد أن يكون خشنا، أما الناعم فلا يعتبر. العلامة الثالثة أن يبلغ 15 سنة، يعني تمام 15 ويدخل 16. هذه يشترك فيها الذكر والأنثى، إذا وجد واحدة منها معنى ذلك أنه بلغ. العلامة الرابعة التي تنفرد بها الأنثى وهي خروج دم الحي، وهي أسرع العلامات، أسرع العلامات، والغالب أن الأنثى تبلغ قبل الذكر، هذا بالنسبة للبلوغ. وأما بالنسبة للرشد فكما قال المؤلف أنه الصلاح في المال، بأن يعطى يبيع ويشتري ويختبره وليه، فإن كان لا يغبن في البيع ولا في الشراء معنى ذلك أن عنده رشدا في المال. فإذا حصل هذان الأمران وهما البلوغ والرشد فإن ولي هذا اليتيم يدفع إليه ماله. وابتلوا اليتامى يعني اختبروهم بالبيع والشراء، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أمواله. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أمواله. قال وأشهد عليه، يعني إذا دفع إليه ماله أشهد عليه، لقول الله تعالى فادفعوا إليهم أموالهم وأشهدوا عليهم، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. قال ذكرا كان أو أنثى، يعني أنه يدفع إليه ماله إذا بلغ النكاح وآنسنا منه الرشد سواء كان ذكرا أو أنثى، لأن الأصل هو استواء الإناث مع الذكور في الأحكام إلا ما استثناه النص. قال فإن عاود السفه أعيد عليه الحجر. لو افترضنا أن هذا الولي اجتهد ووجد أن هذا الصغير بلغ وآنس منه الرشد، فلما أعطاه أمواله إذا به سفيه
يبدد أمواله في أمور محرمة وفي أمور ليس لها فائدة، فماذا يفعل الولي؟ يحجر عليه مرة أخرى، يحجر عليه مرة أخرى، يأخذ من أمواله ولو بالقوة عن طريق الحاكم ويحجر عليه، فلا يسمح له بالتصرفات إلا فيما فيه مصلحته. قال: ولا ينظر في ماله إلا الحاكم، لأن الحجر عليه يحتاج إلى حكم حاكم، فكذلك أيضا النظر في ماله. ولا ينفك عنه الحجر إلا بحكمه، لأن الحجر عليه ثبت بحكم حاكم فلا ينفك إلا بحكم حاكم، والمقصود بالحاكم هنا القاضي. ولا يقبل إقراره بالمال، يعني لو أقر حال الحجر عليه بدين لم يقبل، لم يقبل في هذه الحال، لكن يطالب بالدين بعد فك الحجر عنه. قال: ويقبل إقراره يعني في غير المال كالحدود والقصاص والطلاق، لأنه غير متهم في إقراره على نفسه بهذه الأمور، والإقرار كما يقال هو سيد الأدلة. مثل المؤلف لهذا قال: فإن طلق أو أعتق نفذ طلاقه دون اعتاقه، نفذ طلاقه لأنه ليس مالا، دون اعتاقه لأن العتق تصرف في المال. الفصل الأخير معنا قال: وإن أذن السيد لعبده، فصل، وإن أذن السيد لعبده في التجارة صح بيعه وشراؤه وإقراره. الرقيق مال، وما ملك هو وما ملك لسيده، لكن إذا أذن له السيد في التجارة صحت تصرفاته المالية، صح بيعه وشراؤه وإقراره بإجماع العلماء. ولا ينفذ تصرفه إلا في قدر ما أذن له فيه، وذلك لأن تصرفه إنما جاز بإذن سيده، وإن رآه سيده يتصرف فلم ينهه لم يصر بهذا مأذونا له، لأن سكوت السيد يحتمل الإذن ويحتمل عدمه. وعند الأصوليين قاعدة وهي أنه لا ينسب لساكت قول، الساكت أحيانا يعني قد لا يفهم منها الرضا والإقرار، قد يكون غافلا، قد يكون ذاهلا، قد يكون سرحان، قد يكون عنده مجاملة، قد يكون يمنع مانع، لا ينسب لساكت قول. طيب، بقيت مسألة لم يذكرها المؤلف، يذكرها غيره من الفقهاء في هذا الباب، وهي مسألة مهمة، وهي أخذ الأب من مال ولده. نقول إنه يجوز للأب أن يأخذ من مال ولده بشرطين. الشرط الأول ألا يأخذ ما يضر الولد، فإن كان ما يأخذه يضر الولد لم يجوز، كأن يكون هذا الولد عنده سيارة والأب أيضا عنده سيارة، لكن الأب يريد أن يأخذ السيارة من ولده فيتضرر الولد لأنه يقضي مشاويره عليها، فليس له ذلك. الشرط الثاني ألا يأخذ من ولد ويعطيه إلى ولد آخر، وذلك لأن الأب ممنوع من أن يفعل ذلك في ماله هو، ففي مال ولده من باب أولى. إذن مرة أخرى، يجوز للأب أن يأخذ من مال ولده بشرطين: الشرط الأول ألا يأخذ ما يضر الولد، الشرط الثاني ألا يأخذ مال الولد ويعطيه إلى ولد آخر. طيب، ولا يشترط أن يكون الأب محتاجا على القول الراجح، لأنه لا دليل على هذا الشرط. والدليل على أن الأب يجوز له أن يأخذ من مال ولده بهذين الشرطين القصة التي حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أن رجلا أخذ من مال ولده، فأتى ولده يشكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الأب فجاءه وقال له: ما بال ابنك يشكوك أنك أخذت ماله؟ فقال: يا رسول الله، هل أنفقه إلا على عماته أو أخواته أو على نفسي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعنا من هذا وأخبرنا بشيء قلته في نفسك لم تسمعه أذناك. يعني قال في نفسه شعرا، قال: والله ما يزال الله يزيدنا بك يقينا أنك رسول الله، والله لقد قلت في نفسي شيئا ما سمعته أذناي. قال: قل وأنا أسمع. فقال أبياتا عظيمة مؤثرة: غذوتك مولودا وعلتك يافعا، تعل بما أجني عليك وتنهل،
إذا ليلة ضافتك بالسقم لم أبد لسقمك إلا ساهرا أتململ، كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني فعيناي تهمل. إلى أن قال: حتى إذا بلغت الغاية والسن التي كنت فيها مدى ما كنت فيها أرجو وأمل، جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل. فليتك إذ لم ترى حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل. تراه معدا للخلاف كأنه برد على أهل الصواب موكل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. وهذه القصة يعني أخرجها الطبراني وذكرها الألباني في إرواء الغليل وهي صحيحة من جهة الإسناد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. فقوله أنت ومالك لأبيك دليل على أن الأب له أن يأخذ من مال أولاده ما شاء بهذين الشرطين. أيضا أخرج أصحاب السنن بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. فالأب إذن يده مبسوطة في مال ولده، له أن يأخذ من أموال أولاده ما شاء بهذين الشرطين. هل الأم مثل الأب؟ نعم، على القول الراجح أن الأم مثل الأب لعموم الحديث: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. فالأم أيضا لها أن تأخذ من مال ولدها ما تشاء بهذين الشرطين. فيد الأب والأم مبسوطة في أموال أولادهما بخلاف غيرهما. ولذلك إذا كان الوصي هو الأب والأم فالأمر فيه سعة، لأن بعض مثلا خاصة النساء تكون هي الوصي على أولادها وأولادها أيتام، فتأتيهم أحيانا مكافآت ورواتب وربما صدقات، فتسأل تتحرج هذه المرأة تقول: هذا مال أيتام هل يجوز لي أن أخذ منه لأمور الشخصية؟ نقول: لا بأس، أنت ما دمت أمهم فلا بأس، والأب كذلك لا بأس، أنت ومالك لأبيك، إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. طيب السؤال الأخير الذي نجعل عليه الجائزة الأخيرة: يجوز للأب أن يأخذ من مال ولده بشرطين، ما هما هذان الشرطان؟ تفضل. أن لا يأخذ ما يضر الابن، والشرط الثاني أحسنت بارك الله فيك، تفضل. أن لا يأخذ من ولد ويعطيه لولد آخر، جزاه الله خير، حاول عدة محاولات في الأخير نجحت المحاولة بارك الله فيك. طيب بهذا نكون قد انتهينا من شرح كتاب الوصايا وانتهينا مما أردنا شرحه في هذه الدورة المباركة. وغدا المغرب ليس فيه درس لأننا ولله الحمد انتهينا من المنهج، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. نرجو إن شاء الله أن نكمل شرح كتاب العمدة في دورات قادمة سيعلن عنها في حينها بإذن الله عز وجل. نحن بدأنا هنا في المسجد الحرام من أول هذا الكتاب من كتاب الطهارة، والآن انتهينا من كتاب الوصايا، وإن شاء الله في دورة قادمة سنكمل شرح هذا الكتاب بإذن الله عز وجل. فغدا المغرب إذن ليس في درس، هذا هو آخر درس في شرح كتاب العمدة في الفقه. أما بقية الدروس فمستمرة، فقط شرح العمدة هو الذي توقف لأننا انتهينا مما أردنا شرحه ولله تعالى الحمد والمنة.